السلام عليكم. بعد ما عرفناكم عن أكبر منتج للحليب وبجميع أنواعه مجمع الصومام، اليوم نقدم لكم ثاني أكبر مجمع لإنتاج الحليب والألبان في الجزائر، يعني القارة الجزائرية كبيرة بما فيه الكفاية لتحتضن أكثر من عملاق في مجال صناعة الحليب ومشتقاته. إذن بعد مجمع الصومام، اليوم نتكلم على مجمع الحضنة اللي يقع بمسيلة، ولاية مسيلة، وللآن أصبح منتوجاته أصبحت نجدها في كل ربوع الوطن وفي كل ولايات يعني، وكذلك الانتاج نتاع المركب هذا نتاع المجمع الحضنة يشمل كل انواع المنتوجات اللي يعني الاساس نتاع الغذاء التحول الحليب، من اجبان وكل السوائل اللي عندنا نعرفوها، الياورت كونابيل الياورت، وكذلك الاجبان والحليب، بحيث ان هذا المجمع ينتج بما مقداره 1 مليون لتر يوميا، ويحتوي على 4500 بقرة تستغل إذن لإنتاج الحليب، وكذلك يستغل مساحة استثمارية نتاع 1000 هكتار من المراعي في ولاية مسيلة، إذن لإنتاج الحليب الذي يستعمل في المركب. إذن هذه هي الجزائر، الشركات كلها جزائرية 100%، بدون شراكة أجنبية وبدون رأس مال أجنبي، كلها استثمارات وطنية محلية مع مستثمرين خواص محليين، وشركة الهدنة هذا مركب هدنة، ونفس الشيء بالنسبة لمركب صومام، فهم مستثمرين خواص يعني بسواء مخبر خاص بالمركب هذا للتحاليل وتطوير المنتوجات، وإذن مراقبة النوعية في هذا الميدان. إذا نترككم تتابعون الفيديو هذا ما تبقى عن الفيديو، والسلام عليكم.